عادل عبد العزيز محافظة قنا مركز نجع حمام. أنا معتصمين النهاردة اليوم 17 بنطالب بتطبيق المنشور اللي صدر من رئيس مجلس الإدارة مصطفى إسماعيل صادر بتاريخ 14/2/2011 الذي طبق على أبناء بحري ولم يطبق على أبناء الصعيد. فإحنا شغالين بشركة غاز مصر من 1/9/2009 لحد 30/6/2012 ولما طلبنا بحقنا بتطبيق المنشور طبق علينا زي أبناء وجي بحري راح فصلونا غاز تعسفي. طب انت متوقع وزير البترول يرد عليك ولا مش متوقعين؟ لو رد هيكون عامه من وزير البترول هيرد علينا بلا فايده طبق المنشور علينا. اما لو الرد هيكون من رئيس مجلس اداره توقعات ان هو متعندنا عشان خاطر احنا في حاجات كتير كانوا بيعملوها في الصعيد وتكلمنا عنها ان هم كانوا يجيبوا دعايه انتخابيه ليهم والمدير الاقليمي والمنوفيه من مركز تلا شبين الكوم بلدياتهم وكان يعينون باسم الصعيد بكنا. فاحنا لما اتكلمنا على كده فهم متعندين معانا. انتوا هتفضلوا هنا اعتصام مفتوح مش هتروحوا مثلا مكان تاني؟ بعد كده هنرجع للصعيد. احنا قاعدين اعتصام مفتوح لحد ما لو اما تجاهلونا وما ردوش علينا هنرجع للصعيد هنمشي الشركه من الصعيد مش هنخليها في الصعيد. هتعملوا ايه في الشركه؟ هنمشي الشركه من الصعيد مش هنخليها في الصعيد. ايه معتصمين؟ 17 يوم. ده اليوم 17؟ اه. مفيش حد استجاب لاي حاجه؟ مفيش اي مسؤول مفيش غير جواب بعتوه لوزير البترول وقالوا له هنرد عليكم. الجواب ليه 17 يوم من ساعة ما اتحرك من هنا بنفس المحافظة يعني في نفس المكان راحش يعني مركز تاني ولا محافظة تانية. 17 يوم وزير الجواب مستنيين يرد على رئيس مجلس. انتوا ايه مطالبكم؟ مطالبنا ان احنا نرجع للتعيين ونتحرر لنا عقود زي ما نزل في المنشور. طب انتوا ليه اتفصلتوا اصلا؟ اتفصلنا عشان طلبنا بحقنا زي وجه بحري لان احنا نزل منشور في الشركه من كمل سنه في اكثر يوميه يتحرر له عقود ومن كمل سنتين في اكثر عقد يتسبق تبع هيئه البترول. احنا لينا 3 سنين شغالين في شركه غاز مصر. في ناس جات قاعده الشهر والتاني من المنوفيه احنا علمناهم حاليا اتحرر لها عقود اشتغلت في الشركه ورجع تاني الصعيد بمبلغ يعني. طب مش معنى انتوا اللي كده؟ عشان احنا صعيد واليوم لينا 3 سنين واربع سنين ما استفدناش شغالين باليوميه. شغالين باليوميه؟ اه. وبعدين رفضوا العقودات رفضوا نعملوا لهم عقد بعد ما نشوف نزل تم عليه سنه وسنتين ان هو يتعمل له عقد ويستنى. فرفض ان هو يتعمل له عقد او يستنى. ومحدش استجاب له من طرفكم خالص؟ استجاب خالص. رئيس الوزراء بعت جواب للوزير وعلى اساس ان هو يبعت له بالرد حتى بالرد مستنى الرد وامبارح بس بعت له استعجال بالرد. امبارح بس؟ اه. ده في حد بينزل يقول لكم يعني؟ اه امبارح علمنا فوق قال ان هو في واحد وزير بعد متوقعين وزير البترول يرد ولا مش هيرد؟ لما نشوف هيحصل ايه هيرد ولا مش هيرد. في محاميه رفع قضيه برضه. محاميه تبعكم؟ اه.